أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من تتقون. أياما معدودات، أياما فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.